عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام مع هذه الانطلاقات التي تتجدد بتجدد روح الحيوية والنشاط لدى الأخوة ملاك الهجن على البركة. ينطلق في هذه اللحظات أو قبل لحظات شوطنا السادس عشر والمخصص للجعدان الانتاج. نتابع معكم انطلاقة هذا التحدي ونتابع معكم انطلاقة هذا الشوط لنتابع ما يحمله من تحدي كبير أيضا وما يحمله من شعارات قوية منتجة في هذا الميدان. إلى المركز الأول ننطلق لنتابع ما يدور ويجول في هذا الشوط وما يدور أيضا في جعبة المضمرين. نتابع معكم هذا التحدي البادي منذ الانطلاقة والتحدي قادم على أول المراكز. نتابع المركز الأول مع الناموس للسيد محمود بن حبيب بن محمد الرضا حاضر مع الناموس على المركز الأول وفالك الناموس يا الرضا ويعلك إن شاء الله ترضى. المركز الثاني وتابع النشمي للسيد سعيد العثة بن خزع العامري متواجدا أيضا في هذا التحدي الجميل. المركز الثالث التدخل أيضا في هذه اللحظات من حامل الرقم 62 مطرب للسيد حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري ما شاء الله وتبارك الله. أسامي قوية شعارات قوية تشارك باحثة عن ناموس في هذا المهرجان الغالي. وتابع المركز الخامس نقلتنا على خامس المراكز والتسلل هنا من النشمي لعلي بن سلطان بن متعب بن ضاعن القفلي. يا هو شوطي تعب يا بن ضاعن ما هو سهل. وتابع سادس المراكز هنا الكايد لسعيد بن حمد بن محمد العفاري. المركز السابع اللي واصل شاهين لسالم بن حمد بالعود العامري. أما المركز الثامن فنقلتنا يا متابعينا على مدلل لخالد بن محمد بن سهيل الخيلي ولكن أيضا التسللات موجودة والنقلات كذلك موجودة في هذا التحدي الرائع. يا متابعين أشوف اللي تسلل هناك أيضا خلفان بن ناصر النصر اللي حاضر في هذه اللحظات مع هذا الشوط والتواجد من النصر لخلفان بن ناصر بن طويل بالمنصوري. هذه النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة. أيضا وتابع التدخل من شاهين لأحمد بن محمد بن سليم العامري في تواجدات مثيرة. أيضا التسلل هناك على عاشر المراكز من مناور لمحمد بن علي آل جتبي أيضا حاضر مع هذا الشوط بالحيري الدرعي. هذه نتيجتنا ولكن بعود مع المركز الأول بعود مع القيادة سالم بن حمد بالعود العامري. الله 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 في سيطرة كاملة على المركز الأول في سيطرة كاملة على صدارة الشوط بدون أي توامر. يرقص طرب على المقدمة كيلو واحد بدانا بالهبوط التدريجي نحو المنصة الرئيسية. شدوا الأحزمة الوضع ما يطمن يا بالعود الوضع ما يطمن. أشوف الوصول من النشمي لسعيد بالعثة بالخزع العامري والله العوامري يخوفون. المركز الثالث أشوف الوصول من والم لأحمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. يلا يا راعي والم ولكن بعود مع العود بعود مع بالعود. يا سلام سلم بدون اي توامر يا بوي باي باي مع السلامة. شوف خذ يديد يديد بالعود عصري بالعود حصري نعم مع الانطلاقة طار مع المركز الاول. هذه النهاية الفريدة. اشوف ايضا اول ندى للي قادم في هذه لحظات متعب لمبارك بن راشد بن محمد الخيلي بن سبت الخيلي ولكن خلاص مالها لرجالها. سلام يا العامري سلام واسعد الله مساك بكل خير على هذا
الفوز المميز وشعارك دائما مميز. أشكرك أشكرك على هذا الحضور. سلامي أيضا على شاهين وسلالة شاهين تالي والناموس سالم بن حمد بالعود العامري على فوز شاهين وانتزاع المركز الأول. المركز الثاني لمبارك بن راشد بن سبت الخيالي. المركز الثالث لجويعد فهيد بن ناصر بن مبارك العجمي. والمركز الرابع لسعيد محمد سالم بن محمد العامري. والمركز الخامس احمد احمد عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. هكذا النتيجه كانت مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس الفائزين. تهانينا لسالم بن حمد بالعود العامري على هذا التوقيت المميز اللي سجله 5 دقائق و51 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على الأداء أكثر من رائع والنهاية القوية والفريدة اللي قدمها شاهين في هذا الشوط. المركز الثاني كان من نصيب متعب لمبارك بن راشد بن محمد بن سبت آل خيالي بتوقيت 5 دقائق 54 ثانية جزئين من الثانية. وصل في آخر أمتار الله يقول حق. كذلك قدم أداء مميز كم ضمن عليه. أما المركز الثالث هناك أيضا التواجد من حشيم لجويعد بن فهيد بن ناصر بن مبارك العجمي ب5 دقائق 57 ثانية و6 أجزاء من الثانية. هذه هي النتيجة. تهانينا والناموس.